بسم الله أبو الابن روح قدس لان واحد امين لالهنا كل مجد وكرامه الان وكل وان دهر الدور كلها امين. انجيل بيكلمنا على احد امثله ملكوت السماوات، بيورينا الدخول الى ملكوت السماوات يكون ازاي يتم دخول ملكوت السماوات. طبعا هو كل مثل في، عشان كده عندنا امثله ملكوت السماوات، كل مثل بيوضح لينا وبيركز لينا وبيركز معانا على نقطة مهمة أو محددة. فالنهاردة المثل ده بيشرح لنا نقطة مهمة جدا في الدخول إلى ملكوت السماوات، نقدر نقول عليها requirement أو حاجة لازم تحصل للدخول إلى ملكوت السماوات، ولو ما حصلتش للأسف ممكن يمنع أو يقف حاجز قدام دخولنا ملكوت السماوات. عشان كده مزمور النهاردة بيقول لنا إيه؟ ارحمني واستجب لي فإن لك قال قلبي. واحد بيصرخ للرب يقول له ارحمني، واحد بيطلب من ربنا أنه هو يرحمه. ليه وليه بنطلب ربنا أنه هو يرحمنا؟ سمعنا النهاردة مثل الملك اللي حب كده إيه يشوف عبيده ايه الديون اللي عليهم، فشاف كده عبد عليه 10,000 وزنة، 10,000 وزنة يعني 10,000 سرة فلوس، يعني 10,000 سرة فلوس يعني دين هائل جدا ولا يمكن ان هو هيوفيه. فقال له تعال، فين انت؟ ايه اللي خلاك تستلف الدين؟ ايه اللي انت عملته؟ ليه الدين الكبير ده؟ لازم توفي الدين اللي عليك. قال له معلش، قال له انت عارف انت لو ما وفتش انت هيتباع انت واسرتك. عايز يقول يعني ان هو ايه، ان يعني انه هينفصل عن كل اسباب الفرح. الواحد لما ينفصل عن اسرته ده احد رموز الانفصال عن الفرح. فقال له انت كده مش بس كده، ده انت هتتباع ومراتك وولادك هيتباعوا، فده كده تفكك. فقال له، ركع على رجله قال له ارحمني، اديني فرصة، زي المزمور كده بيقول، قال له ارحمني. فيقول كده ان الملك تحنن، عنده بقى كده حنية، وقال له خلاص، قال له انا هعمله ان انا هسامحك، هلغي الدين اللي عليك ده كله، 10,000 وزنة انت ما تقدرش توفيهم، همسحهم كلهم، هلغيهم من عليك. فقال له كتر خيرك وخرج. يوم العبد دوت بعد ما يخرج يلاقي هو كمان، ما هو بيستلفوا من بعض، فغلط في حقه، او يعني واحد كده استلف منه، او يعني غلط في حقه. فقال له انت عليك دين. قال له كام؟ قال له 100 دينار. 100 دينار ده يعني ما يجيش سرة واحدة، يعني ده كان عليه 10,000، يعني 10,000 كيس نقود، فده 100 يعني ده جزء من كيس واحد، يعني مش حتى ما يكملش كيس يعني. قال له ارحمني انا ما عنديش، اديني فرصة. قال له لا، ده أنا هعمل فيك إذا ما كنتش تدفع لي الدين ده دلوقتي حالا. وفعلا أخده وسجنه. مين اللي شافه؟ أصدقاء هذا العبد شافوا إن هو اللي عمله، قال لك مش هو ده العبد صديقنا اللي لسه السيد عفى عنه 10,000 وزنة؟ ده 100 دينار مرضيش إن هو يستنى، مش يسامح، يستنى حتى على أخوه. فراحوا ايه؟ قالوا له احنا راحوا كده للسيد للملك، قالوا له احنا بصراحه متضايقين، في شفنا كده منظر ضايقنا، مش عارفين نعمل ايه، وحكوا له اللي حصل. قام جه كده الملك السيد راح جاب العبد ده وسماه العبد الشرير. سماه العبد الشرير، قال له انا تحننت عليك، سامحتك ولغيت ال10,000، وانت مش عايز تلغي لاخوك 100 دينار. إذا كان هو ده كده يبقى مش هتدخل الملكوت بتاعي، لكن هتدخل مع المعذبين. عايز يقول لنا إيه المثل؟ النهاردة احنا عملنا وصلينا سر مهم جدا في بداية قبل ما نصلي القداس، وهو سر إيه؟ القنديل، مسحة المرضى. إيه مسحة المرضى ده؟ لو أخذنا بالنا الصلوات كلها بتقول إيه؟ يا رب اغفر لعبيدك، آثمهم، كل حاجة، اشفي
اشفي ايه؟ اشفي الجسد بس، لا، النفس والجسد والروح. عايز كده سر انيل يقول لنا ان الخطيه بتجيب مرض، مرض نفسي، وممكن تجيب مرض عضوي وتجيب مرض روحي. الخطيه بتجيب مرض روحي ونفسي وعضوي. فبنقول لربنا يا رب اغفر وسامح وادهننا كده بزيتك، بزيت نعمتك يا رب، واغفر لينا خطايانا. فاحنا بنطلب من ربنا ده، ساعتها احنا بنبقى كل واحد فينا عامل زي مين؟ العبد الاولاني ولا الثاني؟ عامل زي العبد الاولاني اللي هو مديون بعشر تلاف وزنة. كلنا بنيجي لربنا نقول يا رب انا مديون وما عنديش او في الدين بتاعي، يا رب سامحني. بيعمل ايه ربنا معانا؟ بيتحنن وبيسامح، بيتحنن وبيسامح. بيجي بعد كده بقى فرصة، خلاص خرجنا من الكنيسة. طب وخرجنا من الكنيسة يعني خلصنا سيبنا ربنا؟ لا، ربنا معانا. يا ترى بنتعامل مع بعض ازاي؟ المعاملة بتاعتنا مع بعض شكلها ازاي؟ فاحنا هنا كل ما نقف نصلي احنا بنبقى عاملين زي العبد الاولاني وبنطلب يا رب، يا رب سامحنا، يا رب اغفر لي ما عليا، عشان انا كده في الخطيه ولدتني امي، ده انا مليان كده برمتي خطايا ومش عارف اعمل فيها ايه، وجايبالي حزن وجايبالي وجع وجايبالي الم. اغفر لي يا رب. ربنا عمره حد يجي له كده تايب؟ مفيش حد يجي تايب ويطلب من ربنا مغفره وربنا يقول له لا، يقول له تعالى مغفوره لك خطايا. مش انت تايب؟ مش انت عايز تعيش معايا؟ انا هدي لك فرصه، انا عندي كنوز مغفرة هائلة. لكن خلي بالك، انت لما بتخرج بنغلط في بعض، طبيعة الحياة بنغلط في بعض بقصد او بغير قصد. عشان كده بقول خطايا الرب اللي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة اغفرها لينا كصالح ومحب للبشر. بنخرج بنغلط في بعض، فبنبقى عاملين زي ايه؟ كلنا بنتخلط بقى، العبد الاولاني مع العبد التاني. امتى بقى ببقى العبد الاولاني؟ ببقى العبد الاولاني بره لو واحد غلط في حقي وافضل شايل هاله، واقول له مش ممكن اسامحك، انت غلطتك لا تخطئ، انت غلطت في حقي. ماشي، انا غلطت في حقك، بس انت كمان غلطت في حق ربنا وربنا سامحك. فهنا بقى مهم ان انا افتكر الجزء الاولاني عشان يساعدني ان انا اغفر واسامح، لان بدون مغفره انا ربنا يسامحني، لكن لو انا ما سامحتش لاخويا والاختي ربنا يقول لي انت كده اصبحت للاسف كعبد شرير. انا غفرت لك الدين اللي الخطيه اللي في حقي اللي مش ممكن يعني حد يغفرها، لكن دمي وصليبي محاها. فهنا دعوة لينا كلنا ان احنا نعمل حاجتين، نفتكر الدين اللي علينا، نفتكر الاخطاء بتاعتنا. كل حد قال انا ما بغلطش، انا ما بعملش حاجة غلط، يبقى سامحوني. كل ما اقول انا ما بغلطش ممكن اكون في حالة اصعب كده، يجي لي كده زي ما جهل الملاك قال له انت اعمى وعريان وفقير، انت مش عارف حاجة، انت فاكر نفسك ما بتعملش، ده انت كده للاسف تبقى اعمى في حاله اسوأ، اعمى وعريان وفقير، مش شايف اخطاء، مش شايف ممكن ناس بتزعل بعض ومش عارفه ومش دريانه، اعمى عريان يعني محروم من المغفره، فقير مش قادر يدي مغفره. فربنا بيقول لي خلي بالك افتكر. فانا عايز افتكر، عايز افتكر الدين اللي عليا، الغلط اللي انا غلطته في حق ربنا وفي حق اخواتي. كل ما اغلط في حق اخواتي على فكره انا بغلط في حق ربنا، كل ما اغلط في حق من اخواتي انا بغلط في حق ربنا. ليه؟ ازاي دي تيجي دي؟ ما هو اخويا واختي ده في صوره ربنا، مش كلنا مخلوقين على صوره الله ومثاله. طب لو انا اخطات راحت مني صوره ربنا؟ لا، اتوسخت شويه، اتبهدلت شويه، لكن الأصل موجود. لو حد كده عنده حجر كريم دايماً كده وقع في الأرض وتوسخ بالطينة، هيروح يرميه؟ لا، هيغسله. إحنا كده
صورة الله هي دي الدايموند اللي جوانا، هو ده الحجر الكريم اللي كل واحد فينا على صورة الله. يبقى أنا لما أغلط في حق أخوي أو أختي، أنا مش بغلط في حق أخوي أو أختي فقط، لكن أنا بغلط في حق ربنا، أنا بهين ربنا اللي أخوي وأختي مخلوق عليه على صورته وعلى مثاله. عشان كده هي دي النظرة المسيحية، كان دايما القديسين يبصوا لبعض كده، حتى للمعذبين. يعني الشهداء كانوا بيشوفوا حتى اللي بيعذبوهم فيهم صورة ربنا وبيصللهم. نسمع كده قديس بولس يقول، يعني أنا نفسي تكون الناس كلها زي ما عدا السلاسل، أنا عايز الناس كلها تقبل إلى معرفة المسيح ومجده. أنت رفع إيدك عايزة تسألي سؤال ولا عايزة تقولي حاجة؟ مش سامع، فضلي بابا. برافو 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 عليك. احنا كمان في ابانا الذي بنقول يا رب اغفر لينا زي ما انا بغفر لحد تاني للي غلط في حقي، يبقى لازم اعيش المغفره دي. فانا يوم ما بغلط في حد انا بغلط في ربنا، عشان كده غلطي في حد ده غلط في ربنا. فانا بطلب يا رب سامحني، وعلشان أطلب يا رب يسامحني محتاج أن أنا أعمل إيه؟ أسامح. خلوا بالكم في فرق ما بين الاعتذار والمغفرة. ساعات بقول ده ما اعتذر ليش، ممكن معلش، بس ده حاجة وده حاجة. عدم المغفرة بيخلق جوايا مشاعر كراهية ومشاعر صعبة ومشاعر بغضة ينطبق عليها زي بالظبط ما ربنا كده قال لقايين، قال له ايه؟ بالباب خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. عدم المغفرة بيخلق مشاعر، بيخلي الواحد يبقى سامحوني وياما بتسمعوا واحنا بنسمع أنا عايز أقتل اللي قدامي دوت، صح؟ ده نتيجة عدم المغفرة. حلو ان انا افتكر انا ربنا غفر لي، مهما ربنا غفر لي. ربنا بيقول من يقبل اليه لاخره وخارجه، ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجل. ربنا عايز يقول لي صدق انك لو جيت مغفوره ليك خطاياك، عيش المغفره بتاعت ربنا وحط مغفره للاخرين، اعطي مغفره للاخرين. مجانا اخذتم مجانا اعطوا، انت المغفره دي ما دفعتش فيها حاجه، انا ما دفعتش. اغفر لنفسك واغفري لنفسك واغفر للاخرين، لكي بهذا يكون لينا سلام وشفاء، لكي بهذا يكون لينا داله للدخول الى ملكوت السماوات. يحكى كده اخر حاجه احكيها لكم عن اب راهب قديس. الرهبان كله بيجاهد وكله بيعيش حياة القداسة، لكن كده في كده الرهبان شافوا كده راهب كده ايه، يعني طول حياته يعني حس هم بنظرتهم، يعني ايه يعني شافوه كده، يعني ايه مش يعني شخص بقى اللي هو نشيط اللي عمل كل حاجة، اللي هو يعني ده من نظرهم. فجه كده وساعته هو بيتنيح، كان عادة الرهبان ان هم يتجمعوا حوالين بعض عشان ايه يتعلموا، فكده يعني عايزين ايه يقولوا له علمنا، بس يعني ايه يعني عايزين يقولوا له هتعلمنا ايه يعني ان شاء الله. فهو جواهم كان إدانة، فقالوا له يعني انت شايفينك يا ابانا في سلام ومبسوط ومرتاح، ادينا تعزيه قول لنا كده السلام اللي انت فيه ده جاي من فين. قال لهم انا عشت بصراحه بعيش بمبدا واحد فقط، وصيه بحاول اعيشها، لا تدينوا لكي لا تدانوا. فخليني مش 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 بهولد جراج، مش بحمل اي كراهيه، لكن بغفر. فانا مش بدين حد لكن بغفر، بسامح فانا بغفر. وهو ده املي، هو ده رجائي، هي دي ايه المسيح، لا تدينوا لكي لا تدانوا. انا ما دنتش وغفرت، وعشان كده انا داخل ربنا اقول له انا مليان بالخطايا لكني ما دنتش، فأنا كمان طالب منك أنك لا تدينني. يبقى هو كده عمل زي إيه؟
العبد الأولاني اللي عرف إنه هو عليه 10,000 وزنة وعمل أقصر كمان، بقى عبد صالح إنه هو لم يحمل أي ضغينة أو أي كره أو أي عدم مغفرة لأي حد. ربنا يعطينا سلام ونعمة ومغفرة لخطايانا ومغفرة لبعضنا البعض، نشوفه هو شخصيا وندخل بمغفرة دي إلى دالة لربنا عشان نقدر نصرخ نقول له ارحمنا يا الله ضابط الكل، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أول.